رجعنا لحضراتكم مره تانية بعد الاستراحه. بصوا بقى، احنا بنجهز لعصير حلو قوي، بما ان بقى في بنجر وعندنا الرمان بسم الله ما شاء الله موجود في السوق وكويس جدا، وقربت الفراوله تنزل، بدات كده ايه يعني تبدا تنزل في بعض الهايبرز الكبيره، لكن لما تحلو اكيد هتجيبوها طبعا. هنبدا بقى نستعد لتفريز الحاجات الحلوه دي قبل رمضان ان شاء الله. كل سنه وحضراتكم طيبين وربنا يبلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين. فعايزين نقوي مناعه الولاد بقى الفتره دي بحاجات هيلثي كده وصحيه وجميله، ما بين البرتقال وما بين الجزر والرمان والبنجر والفراوله. خلينا نشوف كده، بصوا بس على الجلاش. لا يا نودي، طيب يا حياتي هاخدها، حاضر، عايزانا ندعمها يروح. لا مش هطلعها انا، بس عايزه اوريكم شكلها، بقلبها كل شويه عشان عايزاها تطلع معايا اهي. هسيبها بس تاخد كده، شوفوا بقى الورقه بتطلع ازاي لو انا فصلتها، تطلع على الوش خالص، عشان كده بفضل شبكاها يعني ما بقطعهاش للنهايه تبقى مربع سليم. امتى تنفع اعملها كده؟ لما اكون هغمرها بكميه سمن زي البقلاوه السوري والحاجات الحلوه كتيره، فبتفضل ماسكه نفسها فبفصلها تماما. طيب انا الليمونه انتوا حاطينها لي هنا، الله، ده انا هاخد بقى الليمونه دي، يا اما عندنا برتقاله او ليمونه، فانا هستخدم الليمونه الاضاليا عشان ايه ندعم العصير بتاعنا. طيب اهم حاجه في الليمون ان حضراتكم ما تستخدموهوش في السخن، يعني ما تغلوش الليمون، تحطوش في ميه بتغلي، لا، عشان الفيتامين سي بيتكسر في الميه السخنه، ما ينفعش، مش هستفيد منه خالص. فاما عندي برتقاله انا استخدم الليمون الاضاليا بما انه موجود عندي ندعم بقى فيتامين سي. طيب يلا بينا نتكلم. انا عندي كوبايه من الرمان، بنجرايه، او ممكن اخد نصها لو هي كبيره، على حسب انا هعمل لكام فرد في الاسره. طيب انا هحلي، عندي نوعين من التحليه، اما هشربه من غير سكر خالص لان في الرمان نسبه سكر، ولو ان على فكره خلوا بالكم احنا اتكلمنا عن الرمان وقلنا ايه انه من اقل الحاجات، يعني الناس اللي عندها مقاومه انسولين الرمان مناسب ليهم جدا، الفراوله مناسبه ليهم جدا، الكيوي مناسب ليهم، الاسفل الافوكادو، الحاجات دي كلها ما بتعليش السكر خالص. لو تلاحظوا حتى زمان كانوا اهالينا حطوا لنا سكر على الرمان وسكر على الفراوله، ان هي نسبه السكر فيها ما هياش كتيره، وفيها فيتامين سي عالي جدا، فيها نسبه يعني فيتامينز عاليه جدا هنتكلم عنه دلوقتي. بس اول ما نبدا في يعني الرمان والبنجر فيهم فوائد هايله جدا. تعالوا بقى نبدا كده ناخد ايه كوبايه الرمان. طيب البنجر ده من الحاجات الرائعه لمرضى الكبد اولا، ثانيا لمرضى القلب، الناس اللي هم لازم يشربوا عصير طول الوقت البنجر مناسب ليهم قوي، بيدعم كرات الدم الحمراء كويس جدا، الناس اللي عندهم انيميا والاطفال اللي عندهم انيميا البنجر هايل، سعرات الحراريه فيه قليله، فدي من الحاجات الحلوه جدا. اعملوه بقى سلطه، اعملوه مسلوق، كلوه كده، هو فيه نسبه سكر كمان، الناس بتعمل دايت بتستخدمه كتير جدا في السلطات، ولانه غني بمضادات الاكسده بيحطوا عليه ساعات الجبنه القريش، يحطوا خس وجبنه قريش والبنجر ده مكعبات مسلوقه وبياكلوها كده، بيدي طاقه كويسه جدا للجسم الحقيقه. يعني هنتكلم بقى عن الرمان اللي انا حطيته اول حاجه، ده الرمان يعني اولا مفيد جدا للبشره، مفيد جدا للمناعه، بيقوي المناعه جدا، وكمان بيقوي الذاكره. بصوا كده انا هطلع بقى ده، خليني بيمنع الزهايمر، خليني احط هنا وهبدا اجيب اللبن سخن قبل ما نبدا في هنا، معلش اسمحوا لي انا حاطه هنا النار دافيه عشان اسقي بيه. خليني اخد كده ايه كبشه او اتنين اللي احنا حطينا عليه السكر السسل ورشه الفانيليا، سخن جدا بسم الله. بصوا بقى احنا كده مش بنسقي بشربات، مش بنسقي باي حاجه عسل ولا حاجه، احنا حطينا يا دوب السكر الدايت هنا مع اللبن. بصوا بقى كده طعمه هيبقى جميل، لبن ممكن يبقى خالي الدسم او ممكن يبقى لبن عادي بتاعنا بتاع اللبان العادي. انا بصراحه ضد حاجات خالي الدسم دي يعني ما فيهاش بروتين، ما فيهاش فايده، بتبقى زي قلتها زي ما بيقولوا يعني، بس على حسب كل حاله يعني. بصوا الريحه بقى، الريحه بتاعت اللبن لما نزل على الجلاش ده، عارفين لما تعملوا فطيره، الفطيره اللي هي بيقولوا عليها ايه يا اولاد، سكريه بتاعت، ايوه ابو غاشه يا سبايدر الله ينور عليك. بصوا بقى خلاص انا مش هحط تاني، انا هسيبه بقى على كده، الطعم روعه يعني، هيجرى ايه لو كلناه كده رشه قرفه، صح؟ حاضر،
اللي عايز بقى قرفة. ممكن بقى تتحط مع المكونات اللي هي الايه الحشو، هتبقى رائعه جدا. الحشو مع الايه الشوفان مع اللوز مع شويه الجوز الهند تبقى رائعه. طيب هنشيل بقى دول هنا. ايوه حبيبي، يا ماشي حبيبتي مفيش مشكله. نتكلم بقى عن الرمان، نكمل حديثنا. عايزه اقول لكم الرمان ده مضاد للالتهاب رائع. خلوا بالكم بس بيعمل امساك شويه. طبعا تحسين عمليه الهضم بشكل جميل. هناخد كده من البنجر ايه 3 كفايه، لانه كمان غني بنسبه بروتين حلوه وبيساعد كمان في حرق الدهون، حلو للناس اللي بتخسس. طيب تعالوا بقى، انا عايزه اشيل ده احطه هناك هنا على الايه على التقديم علشان نقدمه. بصراحه روعه. يبقى احنا اكلنا حاجه مسكره بس مش مسكره قوي، وريحتها روعه وطعمها هيبقى احلى الحقيقه من المتعارف عليه. طيب انا هاخد لو عندي فراوله هحط 3 حبات فراوله او 4، هتبقوا دعمتوه جدا. بس انا هحط هنا الليمون. لو عايزين تحطوا برتقاله ماشي، عايزين تحطوا الليمون زي ما انا حطيت ماشي. خلاص انا هعمل كده. ادي نص العصير الليمونه، وبعدين عايزين بقى تحطوا معلقه عسل واحده. اوكي عايزين ما تحطوش خالص، افضل حاجه انكم تشربوه من غير، لانه ده فيه نسبه سكر اي نعم بسيطه، بس خلينا ندعم بمعلقه عسل. خلاص معلقه كبيره بمقام معلقتين صغيرين، يعني معلقتين الصغيرين دول يعادل معلقه كبيره من معلقه الاكل. وهننزل مقادير كفته الرز لاصدقائنا عشان تبقى موجوده عند حضراتكم، وهاخد كده قليل بس من الماء بس كده، مش عايزين اكتر من كده. بسم الله. وادي كفته الرز قدام حضرتك علشان لو حبيتي تصوري المقادير. معلش يا اولاد احنا مش هنحط كرفسه، هو كرات المفروض. خلوا بالكم انا مش هصفي الرمان. احنا اتفقنا ان الرمان هناخده زي ما هو، عشان اتفقنا نستفيد بكل حاجه موجوده فين في حبه الرمان. بسم الله. والبنجر ما سلقتوش. ليه بقى بنحط رمان وفراوله؟ عشان الطعم. تلاقوا بقى طعم البنجر تقننوه شويه، وطعم الفراوله هيبقى احلى. الفراوله دي بقى من الحاجات الرائعه، بتحمي من جلطات القلب، وعايزه اقول لكم اصلا كمان فيها مضادات اكسده عاليه، وفيها فيتامين سي، وبتحسن المزاج. بسم الله. تعالوا بقى ناخد العصير القمر ده. تقدروا تزودوا ميه لو حابين تخفوه عن كده مفيش مشكله، بس طبعا العصير ده كافي وشافي زي ما بيقولوا، شافي وكافي. تستمتعوا بيه طبعا. وخلينا دايما نبدا نعود الولاد قد ما نقدر انه تقليل نسبه السكر شويه 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 شويه، لحد ما نبدا نظبط القصه دي، لانه عموما كل انواع السكر يعني زي ما بيقولوا ايه محتاجه تقنين. التقنين ده جميل في كل حاجه حتى لو مفيده.